بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا أضواء من الشريعة. لقد قرر أهل العلم أن المفتي وأن العالم وأن الحاكم كذلك لا يمكن له أن يفتي أو أن يحكم حتى يجمع بين أمرين، بين فهم الواقع وبين فهم الواجب في هذا الواقع. من هنا تنتشر الدعوات وتكثر الخطابات والمقالات والندوات والمؤتمرات حول قضية ما يسمى بمفهوم فقه الواقع. فقه الواقع اليوم يشغل مساحة كبيرة في عالم الخطاب الإسلامي. فما هو فقه الواقع؟ وما حقيقته؟ وما هي ضوابطه؟ وما هي خطورة الجهل بالواقع؟ هذا وذاك سنتناوله بإذن الله عز وجل في حلقة هذا اليوم. ضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور قحطان محبوب فضيل، رئيس قسم الفقه وأصوله في كلية الإمام الأعظم الجامعة في نينوى. فلنذهب سويا نرحب بفضيلة الدكتور، فابقوا معنا. الأستاذ الدكتور قحطان محبوب فضيل، رئيس قسم الفقه وأصوله في كلية الإمام الأعظم الجامعة في نينوى، أهلا ومرحبا بكم دكتور في هذه الحلقة لهذا اليوم بإذن الله عز وجل من برنامجنا أضواء من الشريعة. وجنابكم الكريم قد تفاعلتم كثيرا مع هذا البرنامج وفي حلقاته السابقة وأفدتم وأجدتم، فبارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. جزاكم الله خير. أنا أشكر حقيقة هذه الدعوة والاستضافة في استوديو الموصلية، وأيضا أثمن هذا الاهتمام الكبير بقضايا ساخنة لها صلة بواقعنا الموصلي والعراقي على العموم، ونسأل الله عز وجل أن يصلح حال العباد والبلاد بهذه الكلمات التي نقدمها للمشاهدين الكرام. آمين، اللهم آمين، ونفع الله تعالى بكم دكتور. دكتور، فقه الواقع اليوم تثار ربما بعض الإشكاليات وربما تثار بعض التساؤلات عن فقه الواقع، والحديث يدور عن هذا الفقه بين الأخذ، بين الرد، بين القبول، بين الرفض، وهكذا نجد في الساحة الإسلامية وفي ساحة الخطاب الإسلامي نجد كثيرا من الآراء والمدخلات في هذه الساحة حول هذا الفقه. نسمع من جنابكم الكريم بداية، ما هو فقه الواقع وما هي حقيقته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه وحده أستعين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين والأئمة المجتهدين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين، آمين، رضوان الله تعالى عنهم أجمعين وبعد. بداية أشكر هذه الاستضافة لهذه القناة الطيبة والمباركة التي تغطي أحداث هذه المدينة الجريحة وتضع لها الحلول والمخارج والدواء الشافي والكافي لما عانت ولا زالت تعاني. حقيقة هذه يعني وقفة يسجلها التاريخ لهذه القناة المباركة، وعند الله تعالى إن شاء الله في ميزان حسناتكم. آمين، اللهم آمين وبكم. هذا الموضوع موضوع حيوي واقعي عملي، موضوع ساخن له مساس وصلة بواقعنا، لكن أهمل وأغفل طيلة العقود الماضية، وربما يتناول في زوايا خاصة في مجالس علماء كبار أو في أروقة الجامعات وفي الدراسات العليا، لكن له مساس مباشر بالفرد والأسرة والمجتمع، بل ومصير الأمة حاضرا ومستقبلا. فهو يمس الأفراد وحياتهم قطعا، بل أستطيع أن أقول إن صح التعبير أنه يمثل نصف الدين. الجزء الثاني، الشريعة والدين نصوص ووحي أنزل على واقع
الواقع هم المجتمع بأفراده بمؤسساته بكل جوانبه. فالشريعة ما أنزلت في الفضاء، وإنما أنزلت إلى واقع بشري تعالج إشكالات، تقدم حلول لإنقاذ البشرية والأخذ بيدها إلى جادة الصواب وتوجيه الوجهة الصحيحة بما يخدم البلد والأمة ويخدم الإنسانية جمعاء. فإذا فقه الواقع كمصطلح جديد فيما يرى أو يسمع المشاهد أو يقرأ القارئ، لكن في الحقيقة هو جزء من الشريعة لا يتجزأ، لأن الشريعة نصوص ووحي إلهي أنزل على واقع، وهذا الواقع متجدد ومتغير ومتطور، فلا بد أن نعالج واقعنا بوحي ربنا وبشريعتنا. إذن فقه الواقع هو فهم الحياة، فهم ملابسات الحياة ومستجدات الحياة وتغير وتطور الحياة وتقلبات الأيام والليالي. يقول الأصوليون الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، بل هي مصلحة لكل زمان ومكان، والواقع زمان ومكان. والشريعة جاءت لإصلاح الزمان ولإصلاح المكان، وهي فيها من المرونة ما يجعلها قادرة على أن تغطي التغيرات والتجددات وكل ما يحدث ويطرأ في هذه الحياة. الشريعة الإسلامية وضعت له الحلول الناجعة والمخارج المرضية التي فيها غاية السداد والسعادة والراحة والطمأنينة للإنسانية جمعاء. إذن فقه الواقع دكتور يعني هو فقه الحياة، فقه الحياة وهذه هي حقيقته، والحياة زمان ومكان. جميل جميل. أنا إذن أفهم زماني ومكاني عصري، بل يقولون المرء ابن عصره، ابن عصره. ففقه الواقع هو علم يبحث في فقه الأحوال المعاصرة من العوامل المؤثرة في المجتمعات والقوى المهيمنة على تلك الدول. يعني هذا تعريف وهو خاضع للتغيير والتجديد، ولكن يعني تعريف يرسم الخطوط العريضة لهذا الفقه ولهذا الفهم. نعم دكتور أحسن الله إليكم. يعني يوم نسمع عن فقه الواقع ونسمع بعض التساؤلات التي تثار حول هذا الفقه العظيم، يقول هل لهذا الفقه أساس وأصل في الشريعة؟ يعني هل لفقه الواقع نجد له أساسا وأصلا مؤصلا في هذه الشريعة الغراء؟ سؤال وجيه. يعني فقه الواقع من حق كل سائل أن يسأل عن وجود هذا الفن أو هذا العلم، هل هو موجود في نصوص القرآن والسنة، في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي غطت كل جوانب الحياة الدينية والدنيوية. بالضبط. من حق السائل أن يسأل، وهناك اعتراضات من بعض المثقفين الذين لم يلموا بالشريعة من كل جوانبها، ولم يلموا بفقه الفقه الإسلامي الحقيقي. جميل. لأن الفقه هو الفهم. نعم. والفهم الدقيق. نعم. الفهم الدقيق. نعم. للواقع أن أفهم واقعي، ماذا يراد لي وماذا يراد مني. جميل. في هذه الحياة حقوقا وواجبات. علي واجبات ولي حقوق. بالتأكيد. والآخر أيضا له حقوق وعليه واجبات. وعليه واجبات. ونحن نعيش في أرض واحدة، في بلد واحد، في مكان واحد، لابد أن أفهم نفسي ودوري وواقعي، وأن أفهم أيضا الطرف الآخر حتى أتعايش معه بسعادة وسلام. فأساس هذا الفقه الذي هو فقه الواقع كأي علم آخر، يعني علم النحو، علم التجويد، لم يكن موجودا في عصر النبوة كعلم مكتوب مدون، وإنما كان موجودا في الأذهان،
وهم لم يكونوا بحاجة إلى أن يضعوا قواعد وأن يرسموا ضوابط وحدود لهذا العلم. ليش؟ لأن هو كان موجود في أذهانهم وحياتهم يعني يمارسونها على ضوئه. لكن نحن اليوم لما تغيرت الحياة وتطورت وتوسعت الحياة احتجنا إلى أن نضع تعريفا وأن نضع خطوط عريضة لهذا الفقه ولهذا العلم. وهذا عصر اليوم عصرنا هو عصر أن تفرز العلوم وعدم التداخل. المتقدمون كانوا موسوعيين وكانت العلوم متداخلة، أما اليوم لا، التخصص الدقيق تأتي إلى أصول الفقه في مضانه وإلى الفقه في مضانه وهكذا. كل قضية من قضايا الحياة وجانب من جوانبها هناك من تخصص في دراسته وفي رسم حدوده وفي الإلمام والإحاطة بمسائله الظاهرة والباطنة حتى يظهر على الوجه الصحيح دون اصطدام مع ثوابت الشريعة. جميل. يعني شريعتنا ثوابت ومتغيرات. تأكيد. أصول وفروع. جميل. الأصول ثابتة، الثوابت ثابتة. نعم. قضايا الإيمان وأركان ثابتة بنفسها، الإسلام ثابتة ويسموها قطعيات غير قابلة للتغيير. أما مساحة واسعة وكبيرة ودائرة واسعة جدا من الشريعة سماها الأصوليون بالمتغيرات أو الفروع أو الفروع. نعم. أو الظنيات. هذه قابلة وخاضعة للاجتهاد، خاضعة للتغيير، خاضعة للتغيير والتبديل. حتى أثبتوا قواعد في أصول الفقه وفي الفقه الإسلامي أن الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان. صدقت. تتغير بتغير الزمان والمكان. وهنا أيضا ملاحظة للواقع. نعم. طبعا هو يراعي الواقع فتتغير. وسيدنا جميل. الشافعي رضي الله عنه مشهور عنه المذهب الجديد والقديم. نعم. في فقه الإمام الشافعي. الإمام الشافعي كان في بغداد. نعم. ثم هاجر وخرج من بغداد إلى مصر. وهناك في مصر أنشأ فقها جديدا اشتهر في كتبه بالفقه الجديد أو المذهب الجديد. نعم. القديم والجديد عند الإمام الشافعي وفي كتب السادة الشافعية رضي الله عنهم. لماذا غير؟ لماذا تغير كثير من الأحكام والفتاوى التي كان يفتي بها في بغداد؟ قالوا تغير الزمان، تغير المكان، فالشريعة جاءت لمراعاة مصالح العباد ورفع الحرج ودفع المشقة عنهم في العاجل والآجل، فغير في فتاوى. إذا راعى الواقع الذي يعيشه. نعم. واقع الناس وأحوالهم، فغير كثير من الفتاوى، كثير من الفروع التي كان يقول بها ويفتي بها في بغداد. حتى باتت العبارة المشهورة هذا تغير ليس تغير حجة وبرهان، وإنما تغير عصر وزمان. هذا ما أثبته أيضا، أكد عليه صاحب حاشية ابن عابدين رحمه الله تعالى، ابن عابدين في الحاشية. نعم. الإمام محمد بن الحسن رحمه الله هو خالف الإمام وأبو يوسف هم مدرسة واحدة. نعم. بل هم المنظرون والمؤصلون للمدرسة الحنفية، مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. نعم. أسسه الإمام وصاحبيه، الإمام وصاحبه. نعم. صاحبه محمد بن الحسن بعد 10 سنوات رحمه الله غير، كذلك الإمام أبو يوسف غير كثير من المسائل التي كان يفتي بها ويقول بها. فيعترض عليه الناس يقولون شيخك الإمام أبو. نعم. حنيفة يقول كذا وأنت تخالفه. قال هذا اختلاف عصر وأوان وليس اختلاف حجة وبرهان. نعم. يعني لو كان الإمام أبو حنيفة في عصري لأفتى بما أفتيت ولقال بما قلت به. جميل. لأن الأصول والقواعد للمذهب التي وضعت هي تراعي أحوال الناس وظروفهم وتقلباتهم وتضع لهم الحلول والمخارج. حتى المالكي أبو زيد القيرواني رحمه. نعم. الله من المالكية المشهورين. نعم. كان يقول باقتناء كلب الصيد، فقالوا له الإمام مالك يكره يقول بكراهة اقتناء كلب صيد. نعم. لأنه ورد في بعض الأحاديث أنه ينقص قيراط من أجره من يعني اقتناء. نعم. كلبا. فقال لو كان الإمام مالك في عصرنا لاتخذ أسدا ضاريا. إذن دكتور، يعني حقيقة نحن مع هذا البيان النافع والماتع في قضية أساس وأصل فقه الواقع في الشريعة وأين نجد
فقه الواقع في نصوص الشريعة سواء من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنبقى مع بعض من هذه النصوص إن شاء الله بعد أن تسمح لنا أن نأخذ فاصلا قصيرا. لا بأس. أحبتي المشاهدين الكرام، هذا فاصل ونواصل الحديث معكم، فابقوا معنا. مرحبا بكم أحبتي المشاهدين الكرام من جديد، نعود للحديث مع أستاذنا وشيخنا الدكتور قحطان محبوب، رئيس قسم الفقه وأصولي في كلية الإمام الأعظم بالجامعة. مرحبا بكم مرة أخرى دكتور. دكتور، كنا قبل الفاصل نتحدث عن أساس وأصل فقه الواقع في هذه الشريعة العظيمة، هذه الشريعة الغراء. أين نجد النصوص التي تراعي هذا الفقه وتؤسس لهذا الفقه في دفتي القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ جميل. التأصيل الشرعي، كل عمل أو فن أو مشروع لابد إذا أردنا أن ننزله على الواقع أن نؤصل له تأصيلا شرعيا. جميل. فالأصل الشرعي لمشروعية فقه الواقع وأهميته، القرآن الكريم مليء بهذه النصوص، وكذلك السنة المطهرة، وكذلك السيرة المطهرة وأقوال العلماء وواقع الأمة في عصورها المتقدمة. أما الأصل الشرعي فيه فالعلماء يذكرون قوله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الله تعالى فصل الآيات، وهذا التفصيل علله القرآن، وهو لإبانة واستبانة سبيل المجرمين، حتى نعرف الذين يكيدون لهذه الأمة ولدينها كيف يخططون، كيف يتآمرون، كيف يدبرون، لدفعه وللإحاطة والحذر من كيدهم ومن مكرهم. هذا نص من نصوص القرآن والسنة. كذلك حادثة الصراع الذي كان قائما بين فارس والروم، هناك كان صراعا محتدما بين فارس والروم في بداية الإسلام، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كحال أي مجتمع آخر كانوا يتابعون ذلك الصراع وتلك الأحداث وتلك التقلبات، قوى كبرى مهيمنة على الأرض على الشرق وعلى الغرب، الأصحاب لم يكونوا في معزل عنها بل كانوا يتابعونها أولا بأول. جميل. والقرآن الكريم صور ذلك ورسم ذلك في سورة مشهورة، هي سورة الروم. نعم. في قوله سبحانه: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين الصحابة كان هذا الأمر يشغل أذهانهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يتابع الأمر، حتى أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان له مراهنة في بضع سنين. الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم كانت قلوبهم مع الروم. نعم. لأنهم أهل كتاب وهم أقرب إلينا. نعم. ديانة سماوية. أما الفرس فوثنية. نعم. لم يكن لهم رسالة ولا رسول. فالصحابة رضوان الله عليهم حتى صور ذلك القرآن: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر، يعني أي نصر؟ هو نصر الروم على فارس. على فارس. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه راهن أنه في بضع سنين، البضع سنين من السبعة إلى العشرة، أنه ستتقلب الأحوال والأمور وستعود الكرة للروم مرة أخرى فينتصرون. الشاهد، نجيب لمن يتنكر لفقه الواقع أو يقول ما شأننا وشأن الدول الكبرى. نعم. والصراع المحتدم القائم وتقلبات الدول والسياسات العالمية وقوى الكبرى في العالم، تلك القوى، ما شأننا؟ نجلس في المسجد نتعبد ونذكر الله ونشكره والأمر لا يعنينا. لا، القرآن يصرح أن الأصحاب رضوان الله عليهم كان الأمر يشغلهم وكانوا يتابعونه أولا بأول، بل كانت مشاعرهم وعواطفهم تؤيد جهة على حساب جهة أخرى حسب
مقتضيات الإيمان، نعم، والولاء لمن هو صاحب أقرب رسالة ورسول وديانة، نعم، لها كتاب سماوي، نعم، هذا دليل صريح وواضح وعموم يعني نصوص القرآن. ومن السنة والسيرة النبوية المطهرة، النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتد الأذى بأصحابه أذن لهم بالهجرة الأولى إلى الحبشة، وقال، نعم، لهم فيها ملك لا يظلم عنده أحد. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان محيطا بأحوال الأمم والشعوب والدول، جميل، والملوك، فكان يعرف أن ملك الحبشة ملك عادل، فاختار وإن كان مكانا على غير ديانته، فاختار مكانا مناسبا وأرضا صالحة لكي يحمي أتباعه من أن ينقرضوا أن يبادوا أو يضطهدوا مرة أخرى. يعني دكتور وجه إلى الهجرة بناء على فقه الواقع، بناء على واقع كان ملما به عليه الصلاة والسلام، وكان محيطا به بدليل أنه قال فيها ملك لا يظلم عنده أحد، وهذا ما حدث، وحفظ الأصحاب رضي الله عليهم ودعمهم وأيدهم. ثم بعد ذلك النجاشي أيضا تأثر بهم فأثروا في واقع ذلك الملك، جميل، وأسلم النجاشي في نهاية المطاف كما هو، نعم، معلوم في السيرة، نعم. وكذلك اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة من مكة إلى المدينة، لماذا اختار لأصحابه بعد أن اشتد الأذى بهم مكانا مناسبا؟ كان يعرف بأحوال المدينة أنها أرض صالحة وبيئة خصبة لاستيعاب الرسالة، قراءة دقيقة للواقع، محيطا وملما ومدركا للواقع والأفراد وطبيعة السياسات المرسومة في تلك البلدان. صدقت دكتور. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. هذا الحديث يدلل على أنه سيبعث على رأس كل 100 عام مجدد. هذا المجدد لا يجدد النصوص، النصوص ثابتة، نعم، لكن يجدد قراءة الواقع وفهم الواقع وتنزيل النص على الواقع، على ذلك الواقع الذي تغير وتجدد وتجذر. جميل، أحسن الله إليكم دكتور. إذا كانت للفقه الواقع أساس وأصل في الشريعة، لابد له من أركان يقوم عليها، ما هي الأركان التي يقوم عليها فقه الواقع؟ هذا الفقه، فقه الواقع كأي فقه آخر يعني اشتهر، نعم، في زماننا، وضعه العلماء والمفكرون والمصلحون وفقهاء العصر الحديث كفقه الأقليات، نعم، أيضا هذا له أركان وله مقومات يقوم عليها ويرتكز عليها، إن لم نلم بها وندركها لا نستطيع أن نمارس هذا الفقه على الواقع فنصلح أو نغير أو، نعم، نؤثر. وذكرها الأصوليون على رأسها فقه الأصول، نعم، ثم الفروع لابد أن يكون محيطا لمن يريد أن يعالج الواقع، أن يكون محيطا بالأصول والفروع، أصول الشريعة، نعم، ثم فروع الشريعة، والركن الثالث هو الواقع. جميل. إذن الشريعة تتألف، والواقع، الشريعة تتألف من أصول وفروع وركن ثالث وهو واقع تنزل عليه تلك الفروع. جميل. فمن لم يكن لديه معرفة وإحاطة بهذه الأركان الثلاثة ما ممكن أن يؤثر في ذلك الواقع أو أن يحمي بيضته أو أن يحمي أهله وقومه بلده ودينه إن لم يكن محيطا وملما بتلك الأركان الثلاثة، وهي التي يحتاجها المجتهد ولا يستغني عنها، ويحتاجها ويفتقر إليها المفتي الذي يريد أن يبين حكم الله تعالى للفرد والأسرة والمجتمع والأمة جمعا. دكتور، بعد هذا يعني ينجر سؤال يعني ربما من الأهمية بمكان، ما هي مقومات هذا الفقه وما أهميته في حياة الأمة؟ واليوم الأمة بعد أن جهلت يعني فقه الواقع أصبحت حياتها في خطورة وفي قلق وربما في اضطراب فكري واضطراب حتى سلوكي، إذن ما هي مقومات هذا الفقه العظيم وما هي أهميته في حياة الأمة، ثم ما خطورة الجهل بفقه الواقع؟ جميل. إدراك هذا الفقه، إدراك أهميته، مقوماته تأتي من قناعة
كل واحد منا بأهمية الواقع. جميل، إذن تبدأ من هنا، تبدأ من القناعة بأهميته. جميل، إذا أيقنت واقتنعت أن الواقع مهم وجزء من ديني ومن حياتي، أستطيع أن أتابع تلك المقومات التي تبدأ بالأهمية. أهمية فقه الواقع، أو أسميناه مقومات ذلك الفقه، هو جزء لا يتجزأ من الشريعة، بل نستطيع أن نقول إنه نصف الشريعة. جميل، فقه الواقع فقها دقيقا، وفهم الواقع الذي أعيشه هو الساحة التي أنزل عليها نصوص الشريعة. إذن هو جزء لا يتجزأ من الشريعة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن أفتي أو أبين أو أرشد أو أغير في واقعي إن لم يكن لدي فهم وإحاطة وإلمام بواقعي الذي أعيشه. إذن تأتي الأهمية من القناعة. نعم، به أولا القناعة، أن تكون لدي قناعة بضرورة معالجة هذا الواقع، وأنه لصيق وجزء لا يتجزأ من الشريعة. وقلت لك هي ممكن أن يكون نصف الشريعة هو الواقع، لأن الشريعة نصوص ووحي. نعم، تنزل على واقع، الواقع أفراد وأسر ومجتمع. جميل، تقدم له خدمة، تعالج مشاكله، تحل كل العقبات، تزيل العقبات التي يواجهها في يومه وليلته، وترشده إلى ما فيه سعادته في الدنيا وفي الآخرة. جميل، من هنا تنطلق الأهمية تنطلق من هذا. أنا أريد أن أوصل رسالة إلى المشاهد، سواء كان عالما أو أستاذا جامعيا أو مصلحا أو مفكرا أو إماما وخطيبا. نعم، في مسجد يوجه الناس، أن يوقن أن فقه الواقع ليس وليد هذا العصر كمصطلح. جميل، كمصطلح اتفقنا عليه أنه مولد، لا مشاحة في الاصطلاح. جميل، لكن كمعنى ومضمون موجود في بطون نصوص الشريعة وفي بطون كتب الأئمة المجتهدين من الصدر الأول إلى عبر القرون إلى عصرنا، وسيبقى إلى يوم القيامة ما دام هناك من يبحث ويستنبط ويريد أن يجد مخارج لأهله ولقومه ولمجتمعه، مخارج مستوحاة من نور الشريعة، من نور الوحي، من شريعتنا الغراء. دكتور، نستطيع أن نقول يعني أنه اللي يقرأ الشريعة قراءة منضبطة سيجد أن فقه الواقع ملاصقا للنصوص الشرعية؟ تمام، هكذا نستطيع أن نقول. من ينظر لديه نظرة مقاصدية، أن الشريعة لها مقاصد. جميل، ولها أسرار ولها غايات ولها أهداف جاءت من أجل تحقيقها في هذا الواقع الذي يعيشه ذلك العالم أو المصلح أو المفكر أو المجدد أو الأستاذ الجامعي، فيأخذ من الشريعة ما يعالج ذلك الواقع. وحتى المجدد الذي ذكر في نصوص السنة المطهرة على رأس كل 100 عام، المجدد قالوا هو الذي يفقه نصوص الشريعة ويفقه الواقع، فينزل نصوص الشريعة على ذلك الواقع وليس على الواقع الصدر الأول. جميل، لأنه يوجد من أشباه المثقفين أو بعض طلبة العلم الذين لم يتوسعوا ولم يأخذوا يهضموا العلم الشرعي، يريد أن يعود بنا إلى القرون الأولى، إلى الصدر الأول، يحفظ جميل النصوص ولا يفقه ما تنطوي عليه من مقاصد ومن أهداف ومن غايات وهنا ومن تكمن أسرار. وهنا تكمن خطورة الجهل، خطورة الجهل بالواقع، أن بعض طلاب العلم يغرد خارج السر. جميل، يعني يبحث في عصور متقدمة ويريد أن يضع حلول ومخارج لأهل القرون الأولى، وهم
وضعوا حلولا في عصرهم وعالجوا واقعهم بما استطاعوا. فمن الخطأ والخطورة بمكان أن أجلب مشاكل القرن الأول أو الثاني أو الثالث وأجرها إلى عصر اليوم زيادة إلى التعقيد الحياة فتضطرب الأمور ويختل الفهم ويتيه كثير من طلاب العلم في تلك المزالق، ثم ينسب هذا الجهل إلى الشريعة ربما البعض، وبالتالي يقع هناك جهلا يعني حفظ النصوص لا يكفي. يعني أنا أؤكد أن الخوارج من الطامة الكبرى التي وقعوا فيها كانوا يأخذون بظواهر النصوص ويعيشون مع نصوص دون أن ينزلوا إلى أعماقها وإلى مقاصدها ومراميها ومغازيها. فقالوا إن الحكم إلا لله، الحكم للقرآن، ولم يحتكموا إلى سيدنا علي رضي الله عنه وإلى الخلفاء وإلى العلماء الصحابة رضي الله عنه في عصرهم. احتكموا، قالوا ندعوك إلى كتاب الله، قال كلمة حق أريد بها باطل. نعم، كلام الله كتاب الله لا يحكم إلا برجال يطبقون على واقعهم ويجسدون بحركاتهم وسكناتهم. جميل. فلا بد من الاحتكام إلى علماء، وهذا ما أرشد إليه القرآن، ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي أهل الذكر هم العلماء، هم المجددون، هم المفكرون الذين يستنبطون ويبينون، يفقهون النص ويفقهون الواقع. جميل. النص والواقع، نص صحيح زائد واقع ملمين به مدركين لكل جوانبه، نستطيع أن نعالجه وأن نضع له المخارج السليمة. شكر الله لكم دكتور، حقيقة سنستكمل إن شاء الله المحاور التي لها مدخل و تلاهمس وعلاقة بفقه الواقع بعد أن نأخذ فاصلا قصيرا. أحبتي المشاهدين الكرام، هذا فاصل ونواصل، فابقوا معنا بإذن الله عز وجل. هذه عودة مجددة معكم أحبتي المشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم، والترحاب موصول مرة أخرى بشيخنا وأستاذنا الكبير الدكتور قحطان محبوب فضيل. أهلا ومرحبا بكم دكتور مرة أخرى. دكتور، كما أصلتم هذا الفقه وبينتم مقوماته وأساسه وأصله في الشريعة وأهمية هذا الفقه، ثم خطورة الجهل بهذا الفقه العظيم، هل لهذا الفقه من ضوابط؟ كيف يمكن لنا أن نفهم ضوابط التعامل أو فقه الواقع؟ وقطعا كل علم لا بد له من قيود وحدود وضوابط، ولا يبقى هكذا الباب مفتوح على مصراعيه فيلج فيه من يعرف ومن لا يعرف، فيؤدي به إلى خلط وإلى أن يأتي بنتائج سلبية لا إيجابية. فهذا الفقه فقه الواقع، أن يكون الذي يتعامل معه عالما، نعم، عارفا، ملما، مدركا، لديه سعة اطلاع وله قدرة على التجديد والاستمرار. جميل. فهذه الضوابط وهذه القيود وهذه الحدود لكي نتعامل مع واقع، إذا تصدى له من هو ليس أهلا لهذا المنصب أو هذا المقام، نعم، ستغرق السفينة ومن فيها، سيهلك ويهلك من حوله. فنحن نقول أن هذا الباب باب خطير، يحتاج إلى تبحر، توسع، إدراك، إلمام، حتى يستطيع أن ينزل النصوص أو يضع الحلول على ذلك الواقع. إذن لابد من ضوابط، لابد من ضوابط، وهذه الضوابط والقيود أن تكون دقيقة وعميقة حتى لا تؤدي بنا إلى الهاوية. إذا تصدى لهذا الأمر من لم يكن مدركا أو قاصرا وغير ملم بكل جوانبه وملابساته، يعني على سبيل المثال سياسات الدول الكبرى، نعم، وما تخطط وما تريد، والآن هناك استراتيجيات واستشراف لمستقبل الأمم والشعوب اليوم، والدول لها مراكز بحثية،
دكتور يعني عفوا يعني يمكن أن نسمي هذه هي مصادر تلقي الواقع؟ المصادر سأفصلها جميل. بعد قليل إن شاء الله هي جميل. هذه لها تداخل نعم. مع المصادر نعم. لكن أقصد الضوابط في فهم الواقع في فقه الواقع والمحاذير من أن يلج أو أن يتصدى أو جميل. يتصدر لهذا الأمر من هو غير مؤهل نعم. وتجربته قاصرة وخبرته قليلة فلا بد أن يتصدر وأن يتصدى له من له إلمام بسياسات الدول نعم. والخطط الاستراتيجية وما يخططون وما يريدون حتى أستطيع أن أواكب عصري وأن أعيش عصري فمن تلك الضوابط كما ذكرت لكم لابد أن يكون لديه سعة اطلاع بما يدور حوله وثقافة واسعة نعم. وأن يكون كذلك لديه تفاعل مع ذلك الواقع وأن يكون له قدرة على الابتكار والتجديد حتى يستمر أما محاذير الجهل به وهي لها صلة قطعا بضوابط نعم. فقه الواقع تأكيد تلك المحاذير ربما سيضع خطة ويرسم مستقبلا لأمة تكون هذه النظرة قاصرة أو هذه النظرة ليس فيها استيعاب لمآلات الأمور وما سيترتب عليه ربما يتخذ القرار في حينه أو يرسم خطة أو يضع منهجا وهذا المنهج أو تلك الخطة أو ذلك المشروع الذي وضعه لم يأخذ وقتا كافيا ولم يلم به من كل جوانبه فيأتي مشوها وقاصرا وسيترتب عليه ضياع مستقبل أمة مستقبل مدينة مستقبل أجيال جميل. لها الأمر في غاية الخطورة والحساسية أن يتصدى لهذا الأمر أهل الشأن أهل الحل والعقد أن يتصدى لهذا الأمر من يستطيع أن يجمع بين الأصالة والمعاصرة أن جميل. يكون لديه قدرة على التأصيل الشرعي لكل المجريات ولكل ثم التنزيل على أرض الواقع حتى يستطيع أن يعالج الواقع وأن يخرج بالناس مخرجا صحيحا وسليما لا مخرجا مشوها نعم دكتور إذن ما هي مصادر تلقي هذا الواقع بعد اليوم أن فهمنا هذا الفقه وحقيقته وأصله ما هي مصادر تلقيه جميل لعله يكون هذا المحور هو يعني خلاصة للمحاور السابقة جميل. لكي ننشئ أو نعد جيل له القدرة على الإدراك والإلمام والنظرة المستقبلية لهذا الأمر قطعا أن يكون المصدر الأول في فقه الواقع هو القرآن الكريم جميل أول ما يبدأ الفقيه يبدأ بالقرآن نصوص القرآن الكريم ولأن القرآن منهج الله الذي وضعه وهو يعلم ما كان وما يكون وما سيكون إلى قيام الساعة رب العالمين سبحانه جعل هذا القرآن خريطة حياة ومنهج حياة الفقيه أو المجتهد أو المفسر أو المفكر ينظر فيه فأول خطوة أول مصدر هو القرآن الكريم وليس النصوص ويقف عند هذا الحد أن يحفظ النص لا النص بوحده لا يعالج لابد من إعمال العقل والفكر والتدبر والتأمل في تلك النصوص حتى أختار النصوص المناسبة لذلك الواقع حتى أعالج به فلابد أن يكون محيطا بالقرآن بآياته أن يكون محيطا بأسباب النزول ومعرفة السابق واللاحق أن يكون محيطا بكذلك مقاصد القرآن الكريم جميل. له مقاصد وله غايات وله أسرار وله أهداف أن يكون أيضا محيطا بلغة القرآن التي نزل بها حتى يفهم لغة الخطاب وما يراد إضافة إلى الواقع فإذا القرآن الكريم يعرفني بالواقع
على مر العصور والدهور، وأن تكون نظرة مقاصدية، نظرة ثاقبة، نظرة تأملية تأملية واستشرافية للمستقبل، ونظرة تريد أن تضع حلولا للحاضر وللمستقبل. جميل. لأن الواقع حاضر ومستقبل. إذن أول مصادر التلقي القرآن الكريم، ثم تأتي السنة المطهرة، سواء السنة بمصادر السنة الكتب الحديث من الصحيحين والسنن والمعاجم والمسانيد، إضافة إلى السيرة النبوية. السيرة النبوية هي جزء لا تجزأ أيضا من السنة، لأن السيرة النبوية ترجمة فعلية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأقواله وأفعاله وحركاته وسواه في السلم وفي الحرب. جميل. كيف كان يتعامل مع الواقع في السراء وفي الضراء، كيف كان يتعامل في زمن السراء والرخاء والضراء والشدة، بل كيف كان يتعامل مع مرحلتين، مرحلة الاستضعاف ومرحلة التمكين. النبي عليه الصلاة والسلام كان في العهد المكي يعيش في واقع استضعاف، وكان له استحقاقاته. نعم. فلما انتقل إلى العهد المدني، إلى المدينة المنورة، لا، كان له حال آخر، التشريع وغيرها من التغيير، لأن كان في تمكين. نعم. وعندما كان في مرحلة التمكين كان خطواته وخططه تتفق مع مرحلة جديدة، مرحلة فيها كل ما يحيط بالواقع، فانتقل بالأمة من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة التمكين والقوة والنشر للدعوة خارج محيط جزيرة العرب، بعدين كان يعيش فقط في الجزيرة. هذا مصدر السنة المطهرة، فيها أحاديث كاشفة، أحاديث تبين المستقبل، خاصة أحاديث أشراط الساعة وأحاديث الفتن، قالوا ستكون فتن، قالوا ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله، فيه خبر ما بينك ونبأ ما بعدكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من قال به حكم، من حكم به عدل، ومن قال به صدق. هذا كله بيان للمخارج، سواء القرآن الكريم أو السنة المطهرة أو السيرة النبوية التي هي فعلية وعملية وواقعية، تعالج واقع فيه قرب من واقعنا إلى قيام الساعة. مرحلة الاستضعاف، مرحلة التمكين، هل نحن اليوم في الاستضعاف أم في التمكين؟ إذا كنا في مرحلة التمكين نتصرف من موطن القوة والآمر، لكن إذا كنا نحن اليوم في عصر استضعاف أقرب إلى العصر المكي، فمن الحماقة بمكان أن أتصرف وأنا أمر وأفرض فأهلك نفسي وأهلك قومي وأضيع مستقبل أجيالي. إذن القرآن، السنة، السنة والتأكيد على السيرة النبوية المطهرة، لأنها التجربة العملية، بل هو يعني الفعل، السنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم التي تعامل فيها مع واقع في مراحل السلم والحرب، في مراحل الاستضعاف والتمكين، في مراحل السراء والضراء التي مرت. معرفة أخبار الأمم وأحوال الملوك والسياسات التي تجري في الواقع، ألا يعد مصدرا من مصادر الواقع؟ هذا هو المصدر المكمل الذي له صلة. جميل. بالواقع. الواقع اليوم كيف أستطيع أن أتعرف عليه وأن أحيط به وأن ألم بكل جوانبه وملابساته؟ الواقع إعلام مرئي. نعم. إعلام مسموع ومقروء، هذا هو جزء من الواقع الذي عيشونه. فالفقيه أو المفتي أو المصلح أو المجدد الذي يريد أن يضع حلولا وأن لا بد أن يفقه الواقع الذي يعيشه، ومصادر هذا الواقع اليوم أن أتابع الإعلام، أخبار الأمم، مع الحيطة والحذر من الدس ومن التلاعب، لأن الإعلام اليوم مسيطر عليه من جهات ليست هي كلها صديقة، جهات معادية. نعم. وهذه الجهات وهذه الفضائيات والإعلام أحيانا تبث الغث والسمين، وتبث الخير والشر، وأحيانا تبث سموما
تدمرني وتدمر مستقبلي، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي والنت وما يترتب عليه أيضا من مواقع، ومن هذه مصدر ثقافة كبيرة اليوم. لكن الأوراق فيها مختلطة، اختلطت الأوراق. أعداؤنا استطاعوا أن يخلطوا الغث بالسمنون، يخلطوا علينا الأوراق. فعندما يأتي الطالب أو الشاب المبتدئ وليس له إحاطة وإلمام، فيسمع أو يقرأ أو يستقبل، إن لم يكن لديه حصانة من الإيمان الكافي ومن الفقه والفهم لنصوص الشريعة، وإلا سيغرق في هذا الإعلام وهذا البحر المتلاطم والمائج والهائج بالفتن. وأعداءنا استطاعوا أن يوظفوا هذا الإعلام لصالحهم، ونحن اليوم لدينا قصور كبير في توظيف الإعلام بكل جوانبه، سواء مرئي أو مسموع أو مقروء أو مواقع التواصل الاجتماعي. لازلنا ربما نغرق، يعني نغرق إن لم يكن لدينا حصانة ولدينا قدرة على تحليل تلك الأخبار وما ينشر وما يبث. يدسون السم بالعسل، ومن لم يكن عارفا وماهرا وحذقا وإلا سيغرق إيمانه وستتبدل وسيتغير كثير من، ويوجد الآن كثير من المؤسسات وكثير من الطروحات، وبعض الجماعات والفرق بدأت تتنكر للسنة المطهرة وتقول أستقبل فقط من القرآن. ليش؟ نعم. تغير الزمان والمكان والواقع واليوم. وهناك سيأتي من يقول أيضا القرآن اليوم لا يصلح ولا يستطيع أن يغير حالنا وواقعنا. نعم. لكن نحن نعتقد عقيدة جازمة نتقرب بها إلى الله ونلقى الله عليها، أن شريعتنا الغراء بأصولها الثابتة وأصولها القطعية، إضافة إلى الفرعيات وإضافة إلى المتغيرات الخاضعة للاجتهاد ومواكبة الواقع، أنها صالحة لكل زمان ومكان، بل هي مصلحة لكل زمان ومكان. واليوم دعوات إلى الإلحاد، ودعوات إلى التنكر للشريعة، ودعوات إلى الطعن بالقرآن، ودعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة، وهناك كثير من العبارات المنمقة والمعسولة، لكن لو قرأتها من الجانب الآخر وبين السطور تجد وراءها مؤسسات مشبوهة تريد أن تدمر مستقبل أمة، وأن تدمر دين، وأن تقوض ثوابت لهذه الأمة التي عاشت 1400 عام سعيدة ممكنة بدينها، أنها تريد أن تتلاعب وأن تغير بحجة يعني مواكبة الواقع. أواكب الواقع وأعيش واقعي، لكن على ضوء أصولي التي أؤمن بها ولا أتنكر لها، لأني إن تنكرت لأصولي فالفرع إن لم ينتمي إلى أصل لا بقاء له ولا مستقبل له، وستأكله الأيام والليالي والأعوام والدهور والسنين. دكتور، حقيقة يعني في نهاية هذه الحلقة أجدني مضطرا إلى أن أتساءل سؤالا، وربما المشاهد الكريم يتساءل كذلك، كيف أتفاعل إيجابيا مع واقعي الذي أعيش فيه؟ في دقيقة واحدة نسمع من جنابكم الكريم مع وصية ختامية في نهاية هذه الحلقة. أنا أدعو نفسي وأخوتي الأكاديميين في الجامعات والعلماء والمفكرين والمصلحين في هذه المدينة بالتحديد، وفي عموم بلدنا العريق العراق، وفي عموم العالم الإسلامي، إلى أن نكون إيجابيين لا سلبيين. جميل. أن أعيش واقعي بإيجابية لكي أستطيع أن أأثر وأغير. جميل. وإذا كان هناك خيرا أتأثر به من العلوم والتقنيات الحديثة والجديدة، وإن لم تكن يعني هي موجودة في مدوناتنا الفقهية، لكن الحضارة اليوم أنتجته وأفرزته. إن كان خيرا فالمصلحة تقتضيه، نأخذ به ونعالج به ونصحح به وقعنا. أدعو إلى أن نكون إيجابيين، أن أتفاعل مع الواقع وأن أعيش الواقع، وأن لا أعيش على هامش الحياة، وإلا سأكون خارج الدنيا، سأعيش على سطح القمر أو تحت الأرض
أو في الزوايا لا وجود لي في الحياة. أيضا وبهذا أنا أضيع رسالتي التي هي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأرسلناك إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. سأكون خارج العالم، لماذا أخاف لا يغير عقيدتي ويغير ديني ويغير أنماط حياتي ويغير عاداتي وتقاليدي؟ لا، أنا أغير وأؤثر، أتخلص من الهزيمة النفسية التي نعيشها اليوم، وأن أكون لدي الثقة بنفسي وبشريعتي وبثوابتي فأؤثر وأغير، لا أن أنسحب وأنهزم من الميدان. حقيقة لا يسعني في نهاية هذه الحلقة دكتور إلا أن نتقدم بوافر الشكر والعرفان إلى جنابكم الكريم على ما أبديتموه وبينتموه في هذه الحلقة والتي مشت دقائقها سريعا. حقيقة الكلام معكم شيق وممتع، حفظكم الله الأستاذ الدكتور قحطان محبوب فضيل رئيس قسم الفقه وأصولي في كلية الإمام الأعظم الجامعة في نينوى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يمد في عمركم وينفع بعلمكم، وأسأله تبارك وتعالى أن يحفظكم وينفع بكم. شكر الله لكم دكتور وبارك فيكم. وأنا أيضا أشكركم، وصراحة أنا في غاية السرور في هذا الطرح وهذا الاختيار لهذه المواضيع المهمة والساخنة، وأيضا مسرور أنه نستطيع أن نقدم شيئا لمدينتنا المنكوبة أن نعالجها وأن نداوي جراحها. فسدد الله خطاكم وبارك الله فيكم، ونأمل إن شاء الله تعالى طروحات أخرى أكثر بإذن الله وأوفر معكم ومع جنابكم الكريم. السرور موصول حقيقة إن شاء الله دائما وأبدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسعدنا جميعا برضاه وبالعمل لديننا، آمين اللهم آمين. الشكر لكم موصول أحبتي المشاهدين الكرام، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.